أهلا بكم. مبادرتنا الجديدة من SBE بصرة سكشن ولجنته الفرعية Women in Energy. مبادرتنا اليوم بعنوان What Shall I Do After Graduation، وعنواننا راح يكون لهذا اليوم كيفية كتابة السي في والكفر لتر. مثل ما نعرف كل احنا أهمية السي في والكفر لتر في سوق العمل، فاختارينا اليوم يكون أول موضوع من مبادرتنا عن السي في والكفر لتر، وكانت هاي المبادرة بالتعاون مع دكتور حسين. مجموعة من الأشياء اللي راح نتفق عليها كحضور بينكم وبيننا هو أنه يا ريت تسوون ميوت للمايكروفون، وفي حال عندكم أي سؤال للإنستركتور دكتور حسين تقدرون باي رايز هاند تستخدمون الرايز هاند أو تستخدمون الشات تكتبون سؤالكم. في منتصف السيشن بالضبط الساعة 10 راح يتم إرسال فورما للأشخاص اللي تم قبولهم بالبداية، 92 شخص اللي تم نشر أسمائهم في صفحة الـ SBE، يسجلون أسمائهم بهاي الجوجل فورم حتى يضمنون حصولهم على الشهادة التي سوف تعطى في نهاية المبادرة. نتمنى الالتزامكم بالوقت خلال الجلسات الجاية. مثل ما تعرفون مبادرتنا راح تكون بتاريخ اليوم وتاريخ الجمعة الجاية 4/6، وتاريخ الجمعة الوراها تاريخ 11/6. نشكر يعني جزيل الشكر دكتور حسين على وقت اليوم وكان ويانا، ومبادرته أنه يكون ويانا. دكتور حسين عنده خبرة أكثر من 40 سنة في مجالات مختلفة، منها 14 سنة في مجال الصناعة النفطية. اشتغل في مكانات مختلفة بالأونشور والأوفشور داخل العراق وخارج العراق، في السعودية والكويت ودبي. وكذلك أستاذ حسين يمتلك خبرة 26 سنة في مجال التدريس والتدريب والاستشارات. دكتور حسين كذلك يعني عد الكثير من الحقائب التدريبية في مجال الصناعة النفطية وفي مجالات أخرى. مثل ما ذكرنا راح نجتمع مرة أخرى الجمعة القادمة والجمعة الوراها. ما أعرف دكتور إذا حاليا أنت ردي أو أعرف أكثر عن السيشنات. Up to you أنت الكيفك، يعني السيشن القادم. السيشن حاليا يعني you are ready to share your material or not yet؟ إن شاء الله. Okay تمام. I will stop sharing. I have the slides. I think if you give me share, I can share with you the answer. Yes. You see my slide now? Yeah. Yeah, it's clear. Do you want me to start? You finish? I'm finished. You can start. Okay. شكرا رسل على الدعوة، وسعيد بالتعاون معاكم لتقديم بعض الخدمات اللي قد تفيد شبابنا وبنات وأولاد يعني في مجال ما بعد التخرج وكيفية إعداد السي في اللي هي الإفكتيف سي في. وراح أتكلمكم أنا على المشغلين الإمبلويرز what do they look for in the CV، يا سي في تعجبهم أكثر من غيرها، بحيث من يشوف السي في يقول أنا والله هذا عندي شغل على طول عندي شغل. فراح اشرح هذا الشيء واشوفكم بعض الامثله على السي في النموذجيه الجيده جدا المتميزه. هذا اليوم تم معكم مقابله، شو اعمل بالمقابله؟ وش راي دو ان ذا انترفيو؟ كيف احضر نفسي للمقابله؟ لان السي في مالتي مقبوله. شو نوع الاسئله يسالوني؟ شنو انا ارتب اموري؟ شنو اسالهم؟ هذه بالاسبوع القادم نتعلمها. الأسبوع الثالث شنو أقدر أسوي إضافة للشهادة الجامعية مالتي؟ What can I do to enhance my skills حتى أحسن مهاراتي؟ وما هي المهارات اللي يحتاجونها بالشغل حاليا، سواء كان شغل هندسي أو إداري
هذا بالأسبوع الثالث اللي هو يوم 11th of June. فإن شاء الله بهاي سلسلة المحاضرات وتحت إشراف الـ Women in Energy البصرة Section of SPE إن شاء الله الجميع يستفيد ويتعلم وتكون هي فاتحة خير لهم إن شاء الله. نفس الأوقات نبدأ الساعة 9 بتوقيتكم أعتقد، ونخلص 10:30 بتوقيتكم، يعني 90 دقيقة لكل محاضرة. بالنسبة للأسئلة مثل ما قلت رسل، كنت ترفع إيدك raise hand أو اكتب سؤالك بالشات بوكس سواء بالعربي أو بالإنجليزي، I can answer it إن شاء الله. أو تقدر يعني عن طريق المهندس الرسل هي تسأل أو تعبر السؤال لك، إذا نقدر نجاوب خير وبركة. مثل ما قالت المهندس الرسل، أنا يعني مو مشغل، بس أنا شخص عنده خبرة، شخص تقريبا صار لي 41 سنة خبرة عملية للتعامل مع الشركات النفطية والغير نفطية الإدارية، جامعات، كليات، شركات نفطية، استشاريات. مع الزمن أصبحت عندنا خبرة، وأنا مثلكم بديت مهندس خريج جامعة، ما أعرف كثير من الأمور، لكن مع الوقت تعلمت وصار عندي خبرة جيدة، كفاءة جيدة، وبديت يعني أصبحت يعني خلينا نقول easy for me to get a job in the market. راح أشارك وياكم خبرتي وكيف أنا أقدر أسوق نفسي، وأيضا أنا كنت سابقا في كثير من الشركات وحتى حاليا بالجوب انترفيو بانلز، أنا أقابل المهندسين متخرجين جدا نعمل لهم مقابلات، أنا واحد من الناس بالبانلز، أنا عضو في لجنة مقابلة الخريجين الجدد، فنعرف شنو نسأل ونعرف شلون نحصل المعلومات. هذه إن شاء الله بالأسبوع القادم نتكلم عليها أكثر. إذا أنا أبدأ حاليا، هو اليوم مالتنا حول how to write an effective resume أو CV زادا covering letter for job application. أحاول قدر الإمكان أشارك وياكم بمعلوماتي بخبرتي، يعني ما أخذها من كتاب ولا أخذها من المؤلفات، إنما أخذها من خبرتي يعني. فالسؤال يكون هو شنو السي في؟ السي في هي مختصر لكلمتين إنجليزيات، واحدة إنجليزية واحدة مو إنجليزية، كوريكولوم فيتاي، والفيتاي هي كلمة إيطالية تعني حياة، والكوريكولوم هو منهاج حياة أو مسيرة حياة. هذا هو السي في، احنا نقول سي في بالملخص مرات. الامريكان يسمونها رزيومي، نفس الاسم هو نفس المعنى، بس بامريكا يسموها رزيومي. والامريكان اذا تقول له سي في يقصد اكاديميك، اكاديميا، اذا تقدم على عمل اكاديمي استاذ جامعي او مدرس بالجامعه وكذا يسمونها سي في، بس بالحياة العامة يسمونها رزيومي. الإنجليز السي في معتهم سواء أكاديمية أو غير أكاديمية، إحنا نسميها سي في كريكولوم فيتاي. فيتاي كلمة لاتينية أو إيطالية وتعني الحياة. شنو أكتب؟ يعني هذه مقارنة بسيطة ما بين اليو كي سي في والأمريكان رزيومي، نفسها تقريبا، نفس التركيب، لكن مثل ما قلنا بالأكاديمية الأمريكان يسمونها سي في. So what is a CV؟ CV بشكل عام هي selling tool، هي أسلوب لتقديم نفسك لبيع خبرتك. أنا قالوا أكو شغل شاغر process engineer في شركة X مثلا، وأنا process engineer، أنا chemical engineer عندي، أو مخلص مثلا باشر بترول engineering، خلي أقدم على هذا الشغل. أول شيء أقدم على الشغل يقولوا لي دزي سي في مالتك. السي في مالتي إذن هي طريقة لبيع خبرتي، معلوماتي.
فلا تجب أن تكون كلماتها نظيفة، اللي يقراها يفتهم بالضبط شنو أنت، ما هو الباك جراوند مالتك، ف you are selling things، وتكتبها بطريقة بحيث اللي يقراها يقول هذا الشخص المناسب. وأحيانا تكتب السي في مالتك according to the advertisement wording، whatever they advertise that will be very good in this case to make your CV a lounge writing. راح تقول بالحال يصير عندي أكثر من CV؟ نعم، سوي CV سميها واحدة مثلا engineering CV، ثانية سمينها مثلا management CV، الثالثة سميها مثلا process engineer CV. تقدر تحضر أكثر من CV نفس المحتوى العام same content but you specify on the skills، وتغير بالسكيلز مالتك بحيث تناسب الشغلة المنشورة. فلا تتردد في عمل أكثر من CV لنفسك بحيث تناسب أكثر من شغل، يعني أنت تصير تقدر تسوي أكثر من شغلة. تقول أنا مهندس وذولي ناشرين إعلان على مدرس هندسة وأنا أشوف نفسي أقدر أدرس هذه المادة العلمية، مو صعب علي. فإذا أنا أسوي CV أغيرها شوية وكأنما أنا مدرس يعني. فإذا هي selling tool توضح بيها الeducation مالتك، الخلفية العلمية مالتك، ومهاراتك وخبرتك. هذه مهمة جدا تخليها في بالك، وهي فرصة لك to present yourself، فرصة لك أن تعرف نفسك للشخص أو الشركة أو الجهة اللي أنت على العمل. هذا هي فكرة CV، هي وسيلة، هي طريقة لتعريف نفسك عند الآخرين، للإعلان عن كفاءتك، عن مهاراتك. فتكون CV مالتك دائما حاضرة وجاهزة وبيها أكثر من سكيلز، وهذا مهم جدا تخليه في بالك. فانت تارجت يعني هدفك انه for your applications، هدفك للشيء المقدم عليه انت، targeting your applications، وهذه تشوف بها the skill experience والqualifications. راح تشوف اليوم الشهادات العلمية تجي بالأخير، المهم تشوف ان عندك سكيلز، سكيلز يعني مهارات، وعندك اكسبيرينس، اكسبيرينس معناته بالعربي خبره. راح تقول هذا الدكتور شو يحكي، انا توني متخرج، صار لي سنه واحده متخرج، ما عندي اي خبره، شلون اغطي هذا الجانب؟ تقدر تغطي، نعم، تقول انا سويت مثلا انترنشيب، تدريب، انا عندي خبره مجتمعيه، خبرة في خدمة المجتمع، عندي خبرة في بعض النشاطات اللي أسويها خلال الوقت الفراغ مالتي، أشتغل وأتعلم. فهذه مهمة جدا الخبرة، الخبرة تجي من العمل. السكيلز تجي من عندك أنت، أنت إذا عندك مهارات تجي من التطوير، you develop your skills. أعطيني مثال على سكيلز، المثال هو مثلا يقول أنا very good in IT application، تطبيقات الكمبيوتر، information technology. أنا عندي skills ممتازة بالcommunication، طريقة التواصل. عندي skill بالproblem solving، حل مشاكل. عندي skills مثلا بالwriting reports، كتابة التقارير. هكذا تعتبر مهارات. عندي skills مثلا بالprogramming، البرمجة، وهكذا. حاول من الآن إذا أنت بعدك ما متخرج أو توك متخرج أو متخرج وعندك شغل، تطور بعض المهارات اللي عندك. إذا عندك كفاءة بشغل معين طورها. شو تطورها؟ أما أن تدخل كورسات إضافية تدريبية، أو تسأل ناس قدماء، تسوي شادوينج. شادوينج يعني تقول هذا الشخص عنده خبرة، خلي أنا أسوي مثل منتر مالتي، شدوة أتبع مثل الظل حتى أتعلم منه. هذه مهمة جدا،
ويحتاجونها كثيرا. واخر شيء الشهادات qualifications. لا تستهين باي شهاده عندك حتى وان كانت هي شهاده مالتك شهاده ثانويه ما ثانويه، حاول ايضا تظهرها بالسي في مالتك. الشيء الاخر دائره الاخرى هي دائره الكرايتيريا. ذي الكرايتيريا هم عاملين بالشغل يدوم مهندس كهرباء مختص في مجال الوايرنج سيستم التمديدات الكهربائيه. فإذا عندي أنا أكتبها بالسي مالتي أنا عندي خبرة بالوايرنج. هم ناشرين بالشغل مثلا يردون كمبيوتر إنجينير وعنده خبرة بالبروغرامينج البرمجة، فأنا أكتب بالسي مالتي أنا أقدر أسوي برمجة، بس يكون صحيح أسوي برمجة. فإذا السي مالتك بها ثلاثة أجزاء، skill experience qualification، وبها جزئين آخرين اللي هو عبارة عن الكرايتيريا اللي تغطي مطالب الشركة أو الإعلان مالتك، ويصير عندك نوع من الأوفرلاب، نوع من تداخل. ما بيها مو مشكلة يعني، أكو أشياء متشابهة موجودة عندك ومطالبينها أساسا فتكتبها، أو هي مكتوبة أساسا إحنا نسميها أوفرلاب. إذن من الآن خلي في بالك إذا يمك ورقة وقلم اكتب هاي الملاحظة. إذا اكتب CV بالCV مالتي أكو سكشن اسميه skills بالعربي المهارات، وسكشن آخر اسمه experience بالعربي الخبرات، وسكشن ثالث تحتهن أسميه الشهادات أو qualifications certificates. إحنا نسميها qualification يعني certificate هي الورقة. أكو فرق ما بين qualification و certificate. certificate هي الورقة، الورقة اللي ينطوك إياها الشهادة، هذه ورقة مثل الجنسية، شهادة الجنسية أو الجواز، لكن هي بالاسم العلمي الصحيح يقول qualifications. qualifications الاسم الصحيح. وأيضا أنت من الإعلان المكتوب تقرأ الإعلان المنشور وتسوي السي مالتك على أساس الإعلان المنشور أو المطلوب أو شنو يرجونه من عندي، وأدخله بالسي في. أقول لهم أنا أقدر أسوي اللي الأشياء الذاكرية أنتم. إذا هاي فكرة السي في مالتك. فما هي الأشياء اللي تهمك بالسي في؟ What your CV or writing your CVs. الأشياء الكونسيرنز هي ربما تكون ذكرناها السكيلز الأخيرة targeting application. what is the concern. okay راح نتكلم اليوم احنا يعني السي في مالتي كون تشمل معلومات تفيد الامبلوير الشخص اللي يشغلني او مقدم شغل عنده يكون يعرف بالضبط انا شنو اقدر اغطي وشنو الخبره مالتي بحيث انه تغطي الكونسيل الاعتبارات المطلوبه. فاليوم راح اتكلم على كيفيه كتابه السي في او الستراكشر، كيفيه تركيب السي في، كيفيه تصميم السي في ستراكشر، وطريقه الكتابه اللي اختارها. طبعا انا احكي على اللغه الانجليزيه، سي في باللغه الانجليزيه، انت بعدين ترجمها العربي up to you. وراح اشوفك امثله، I will show you some examples of a good samples for CVs، واشوفك بعدين امثله على كتابه الكفرنج لتر. كفرنج لتر الرساله المرفقه، رساله التقديم اللي ترفق مع السي في وتكون عادة قصيرة ومصفحة واحدة. فسؤالك تقول أنا أكو شغل أعلنوه بالشركة X وإذا قدم عليه وهذا الشغل يناسبني لأنه يطلبون مهندس كهرباء وأنا مهندس كهرباء، أو طلبون مهندس كيمياوي وأنا مهندس كيمياوي، ويدوم واحد يعني متخرج من نفس المدينة مثلاً
يقول احنا نريد من المدينة الفلانية، هل تنطبق علي ضد مهندس كهرباء من نفس المدينة وشغل قريب علي؟ فأنا شلون حاليا أقدر أحصل هذا الشغل أو أقنعهم؟ This is how to present myself. فأهم شيء هم ينظرون، هم ما ينظرون الشهادة مالتك، هم يبقى الشهادة بعدين تجي، بس أول شيء ينظرون إلى أن عندك خبرة أنت. Do you have experience؟ فإذا عندك خير وبركة. Yes, I have an experience 3 years in X company، وكنت أشتغل مهندس ميكانيك أو كهرباء بهذا المجال. يقول لا ما عندي خبرة. I don't have experience. I'm a new graduate. أنا خريج جديد. ما عندي خبرة. فلازم تكتب في شيء معين في حق الخبرة. تكتب I'm a new graduate. أنا خريج جديد. And I have little experience. عندي خبرة قصيرة. لكن الخبرة مالتي في XYZ. مثلا كنت عندي خبرة في أثناء التدريب internship الصيفي مثلا. عندي خبرة بالجامعة، كنا نشتغل جروب على بروجكتس والبروجكت كان يغطي كذا مجال. عندي خبرة في التعامل مع الآخرين، كنت أنا أيضا بالجامعة كنت عضو في جمعية مثلا مهندسين الكهرباء، أو من جهة عضو في جمعية مهندسين البترول الـ HPE مثلا. هاي كلها يعتبروها مهمة لك، عندك خبرة بالتعامل مع الناس. هاي إذا بعدك أنت ما متخرج أو متخرج وخبرتك قليلة، بس إذا عندك خبرة بع خير وبركة. بالسي في أيضا تحاول جزء معين تشوف شو personal attributes، يعني إنجازاتك أو نشاطاتك والأتشيفمنتس الإنجازات مالتك. فأنت شنو عندك إنجازات أثناء الجامعة؟ هاي إذا بعدك أنت توك متخرج. إذا عندك أنت أساساً شغل في شركة معينة تقدر تقول إنجازاتي كذا وكذا وكذا. فتحتاج هذه بالسي في مالتك أن يغطي جانب الإنجازات والفعاليات اللي مريت بها. بعد ذلك ناو يجيك الإدوكيشن. إذا الحق الأول هو حق العبارة عن خبرة مالتك، يعني بعد أن تكتب اسمك وعنوانك ورقم تليفونك، تكتب انه حق الاكسبيرينس مالتك والانجازاتك اذا عندك اي انجازات مسجله ومثبته، ثم تكتب عن الشهادات الجامعيه الادوكيشن او اي تدريب انت مسويه ريت تريننج. تقول انا حضرت تريننج كورس مع فلان شخص او مع كومبانيز، وكان على مثلا الكوميونيكيشن سكيلز مثلا، أو أنا حضرت تريننج كورس 5 أيام على بروجكت مانجمنت مثلا، بروجكت مانجمنت وهكذا. سو هذه النقاط خليها في بالك من تكتب السي في، واكتب اخذ ملاحظات من عندي حاليا، ملاحظات تفيدك. وميك يور سيلف اتراكتيف، من تكتب عن نفسك بالسي في اكتب بشكل معقول، يعني بشكل منطقي، بس اكتب بحيث انه اللي يقراها يقول هذا او هذه البنية والله خوش مهندسة أو خوش مهندس. attractive جذاب، interesting عندك رغبة في العمل، و worth considering تستحق أن ينطوك الفرصة. فتقولهم مثلا I am، أكو كلمات يسمونها كلمات إيجابية، الروح الإيجابية بالسي في. فتقول مثلا I'm hard working، أنا أشتغل very hard، I'm intelligent، I'm creative، I have a good vision. I can contribute well. I am adaptive. Adaptive يعني أرهم على كل شيء. I am flexible. أنا عندي مرونة. I respect other people. أحترم الآخرين. فأكتب عن نفسك الأشياء الإيجابية بالسي في مالتك، خصوصاً بالمقدمة مثلاً اللي هي يسمونها personal statement. So make the CV short. Not easy. اجعل سي مادة قصيرة، صفحة واحدة، صفحتين أكثر شيء، بس اجعلها بحيث يكون من السهل أن تكون easy، يعني
تريد. هذا الكلام اللي يحكي أنا واحد من زملائك يقول هذا الكلام تحكي أنت ينطبق على كل الشهادات الجامعية؟ نعم، سواء كنت أنت مهندس أو جيولوجي أو جيوفيزيكس أو خريج إدارة اقتصاد أو خريج قانون أو أي خريج، يعني هو كلام عام لكل سي في كانت. انتبه بالكتاب مالتك، don't oversell yourself، يعني لا تبالغ كثيرا، لا تبالغ، لا تقول أنا الأفضل والأحسن، لكن كون بالمعقول، لأن من يقرون بالمبالغة الشخص اللي يقراها، الشخص اللي أنت تكتب لشخص راح يقرأ سي مالتك أكيد هو أقدم من عندك، أكبر عمرا من عندك، عنده خبرة كبيرة، فيكون أيضا معقول في كلامك. إذا السي في اللي اكتبها كون بيها experience، بيها skills، بيها شهادات وتدريب، كلماتها سهلة وممتعة، وبيها نوع من الجاذبية attractive، وأيضا بس في نفس الوقت لا تبالغ في كلامك. فماذا تتضمن السي في مالتي؟ تتضمن السي في مالتك بالإضافة إلى أذكر من جديد اسمك وعنوانك والإيميل مالتك، يسمونها personal details، بس أيضا بيها نقاط أخرى. إذا السي في مالتي اللي اكتبها بالإضافة إلى اسمي والإيميل مالتي والموبايل نمبر مالتي، وإذا أكو عنوان أكتب عنواني، وتتضمن أيضا الورك هيستوري مالتي، الورك هيستوري تاريخ العمل مالتي إكسبيرينس، الديت أوف بيرث تاريخ الميلاد مالتي، الإدوكيشن الشهادات الجامعية عندي، السكيل المهارات اللي أملكها، الإدوكيشن حتى تقدر تكتب لأي ليفل، مثلا أنا خريج الثانوية المركزية وفي كذا مدينة سنة 1999 مثلا، وعندي أيضا بكالوريوس جامعة الموصل سنة 2005 مثلا. فتكتب أنت هذه الشهادات تكتبها، ويستحسن تبدأ بآخر شهادة، فتقول أنا بكالوريوس هندسة جامعة الموصل كذا كذا، وبعدين يجي وراها عندي ثانوية القسم العلمي ثانوية الفراهيدي كذا كذا. فهذه بالإدوكيشن عادة يكون هي الكرونيك، تخلي أحدث شهادة هي أولا. في كثير من الأحيان تكتب اسم الريفرنسز وتقول لا مرات ما تكتب اسمهم، فتكتب ملاحظة references are available if needed. الريفرنس هو الشاهد أو هو الشخص اللي يزكيني، فيقول references are available if needed. إذا تردون references اسمهم أعطيكم إياها. references available on request. الريفرنسز موجودين عند الطلب. بعض الناس يخلي صورته في أعلى الجهة العليا اليمنى من السي في، right upper part of CV، الجزء العلوي الأيمن يخلي صورته بها، صورة حديثة أو صورة هو يستاهل حقيقة يشوف هذه خوش صورة يخليها، وبعض يقول لا ما أخلي، مو ضروري، is an optional. البعض ايضا احنا نفضل حقيقه اللي يقدم عمل يقدم جزء صغير الانترست، يعني فاذا عندك هوايات في اسفل السي في الهوايات مثلا دث ثم الاقدم، فتكتب انت يوم تخرج من الجامعه وبعدين تخرج من معهد يوم تخرج من ثانويه، وحتى ان تكتب التاريخ هذا هيستوري مالتك الورك هيستوري تبدا باخر عمل انت بيه، امتى عملت اخر عمل اللي هو أنت بي حاليا، وتجي وراها الأعمال اللي بعدها. فدائما نكتب أحدث عمل أو أعلى شهادة أو أحدث شهادة أخذتها أثناء دراستي. So the most recent is first. The skill هي مهارات،
لا تقول انا ما عندي، انا متاكد كلكم عندكم مهارات طريقه او اخرى. يعني حتى هي سياقه السياره، درايفنج كار، يحتاجونها مهاره. اذا تعرف سوق سياره تقول انا عندي سياره او اسوق سياره. مرات بعض العمل، بعض الاشغال يحتاج انه تسوق سياره. اذا تقدر تسوي برمجه، تقدر تصفح الانترنت، تقدر تكتب يعني ويب سايت، تقدر تسوي برمجة، هاي كلها تعتبر من السكيلز مالتك، تعتبر هذه مهارات. صح إذا أنت بعدك توك متخرج، إذا البعض من عندكم توك متخرج يقول ما عندي مهارات، لا عندك مهارات طريقة أخرى. حتى إذا كان أنت عندك مهارة يعني الخطابة، writing report, speech ability، هذه كلها تعتبر مهارات. لا تخلي أي حقل بالسي في، لا تخليه فارغ، لا تخلي أي حقل بالسي في مالتك، don't leave it empty. وهذا مهم جدا، ما تخلي فراغ بالسي في مالتك. حاول كل سكشن تكتب بي، write the things you can write into it. يمكن أكو أسئلة تجي من الشات، so please continue asking in chat، وإن شاء الله أنا أكد لكم راح أجاوبكم إن شاء الله خلال 20 دقيقة من أخلص أجاوبكم على كل الأسئلة. بس اكتب، يعني أقدر أقرأ الشات وراح أجاوبكم أي سؤال أو أي ملاحظة حتى ما تنساها، اكتبها بالشات. وأي شيء مهما كان بسيط وصغير لا تخجل، لا تستحي، اللي يستحي ما يتعلم. أكو أشياء نستحي بها، نعم الخجل مفيد أحيانا، بس بالتعلم الخجل مو زين، ما يعلمك. حاول تكون بدون تعلم، بدون خجل، يعني التعليم ما بيه خجل. So how do I start in this case building my CV؟ كيف أبدأ؟ أنا أبدأ أما أكتب سي في عامة ومخليها خازنها بالكمبيوتر مالتي، أو مخليها على الآيفون أو على جالكسي وأدزها بين فترة أخرى، أو أنا أكتب سي في حسب الجوب المعلن. هم أعلنوا بالشغل أو شفت إعلان، أنا الإعلان يقول محتاجين سيل بيرسون، رجل مبيعات يبيع لنا المنتجات مالتنا. فإذا أنا أقدر أسوي هذا الشيء، نعم أقدم عليه، أقدم عليه. من خبرتي بالجامعات، أنا درست حوالي 7 جامعات، درست في 4 جامعات وفي 3 كليات تقنية، يعني 7، واشتغلت مع 4 شركات نفطية، 7 و4 11، يعني صارت أنا 4 شركات نفطية وسبع أو 4 جامعات وثلاث كليات تقنية. هذا انطاني خبرة، شفت ناس أكبر مني بالعمر، أصغر من عندي، شفت ناس خوش أوادم، شفت ناس مو خوش أوادم، كلهم مروا بحياتي، بس اعتبرتها أنا جزء من الخبرة مالتي، تعلمت، فادتني، تفيدني. فهذه الخبرة نحتاجها مرات تفيد أو تسقل مهاراتنا وتعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين. سو نجي على السي مالتي، فأنا أكتب السي حسب الإعلان الموجود، فأكتب أنا أرتب السي مالتي بحيث تناسب الإعلان اللي أقرأ. بس أنا عندي أساساً سي في كاتبها وحافظها بالكمبيوتر مالتي، وبس أغير بها شوية شوية، ومن أغير أحفظها باسم جديد فسميها سي في نمبر 1 أو سي في نمبر 2 أو سي في اللي هي مال إنجينيرينج أو سي في فور سيلز أو سي في مال إتش آر، أعطيها اسم حتى أرجع عليها مرة ثانية من يصير إعلان يكون السي في مالتي جاهزة. وحتى من أروح مقابلة السي في اطبعها بورقه مطبوعه واروح ويا المقابله وياي، هناك من يسالوني اكون السي في معاي، اقول شنو كتبت لهم انا بالسي في حتى اقراها. هذه ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم على
المقابلات، كيفية مهارة المقابلة. الأسبوع القادم كلش مهم بالنسبة لهذا الأسبوع. So we have the you put in your CV whatever you can put which is could be relevant, including the languages. يعني حقل المهارات أو اللي يسميه حقل languages اللغات. إذا تعرف عربي وإنجليزي، تعرف كردي، تعرف فرنسي، كلها مفيدة إليك تقدر تكتبها في حقل اللغات. طريقة الكتابة مهمة. أكو الطريقة تكتب بيها مرات يعني put you down. فمن تكتب اكتب إيجابية. مثلا مثال أذكر مثالكم، أنا إن نفس الشغلة هي I am selling books for example. I'm selling book and وأقول I sold books to the client in Kuwait. Clients located in Kuwait. وبس. لو أكتبها طريقة أخرى وأقول أنا I have increased the sale products by 17%. أنا كنت أشتغل salesman وبدرت أزيد إنتاجية المبيعات 17%. أكتبها بالسي في. منو أحسن؟ منو أتراكتف؟ منو تخلي هذا يدعي على المقابلة؟ أكيد هذا الستيتمنت يشجع، يقول والله هذا خوش عنده، هذا يفيدنا، هذا من يشتغل عندنا راح يرفع عندنا نسبة المبيعات، يعني يعرف شلون يقنع الكوستمر الزبون. فالسي في بشكل عام من تكتبها خلي بالك أنت ما مسوي فضل على الشركة من شغلك، هم مسوين فضل عليك. الحالة هذه شلون ياخذونك؟ ياخذونك إذا أنت متميز أو تفيدهم. دائما الشركات تسأل هذا السؤال What can you contribute to us؟ بالمقابلة يسألونك هذا السؤال What can you contribute to us؟ ماذا تستطيع أن تضيف لنا أنت؟ راح نجيبك ونعطيك راتب وإنشورنس، بس أنت ايش راح تضيف لنا؟ هذه مهمة تخلي بالك وين بالسي في مالتك، وكذا ما تقولهم أنا أضيف لكم كذا وكذا. يعني أعطيكم أمثلة، مثلا أنا بعض أصدقائي اللي هم عرب من يقدم على شركة أجنبية إنجليزية تشتغل، أنا عايش في بريطانيا حاليا قرب مانشستر، إذا شركة إنجليزية تحب تشتغل بالإمارات وهذا عربي يقدم، شي يقول لهم I speak Arabic when I know the Arabic culture، وأعرف الثقافة العربية، and I can bring more business for you، أقدر أجيبكم business أكثر لأن أنا أعرف عقلية العرب، تفكير العربي. هذا كلام ممتاز، هم يحبون هذا الكلام، يقولون هذا ما مشذب، هذا فعلا عربي يعرف اللغة يعرف الثقافة، إذا عيناه كممثل إن بهالدولة فعلا يمكن يجيب لنا شغل زين. So this is the idea. The idea انه انت you have to know how to write the positive things. الاشياء الايجابية في السي في مالتك. اذا السي في مالتي راح يكون بها الترتيب التالي. الاوبجكتيفز يعني انت شو المقدم او الغاية مالتك. خندي بي بروسيس انجينير الكتريكال انجينير واتيفر، وتكتب البيرسونال انفورميشن، اسمك، ديت اوف بيرث مالتك، لا تكتب العمر بس اكتب تاريخ الميلاد، اسمك، تاريخ ميلادك، عنوانك، رقم تليفونك، الموبايل مالتك، اذا عندك انستغرام او عندك اي شيء اخر ايضا كتبه ويفيدك بالسي في حقيقي. بعدين تجي تكتب خبراتك الصناعية إذا عندك خبرة، أو إذا سكيلز معها، حتى إذا عندك سكيلز يعني experience and skills I can add. Oh, what happened? شباب تسمعوني؟ تشوفون الاستعدادات؟ يعني قطاع؟ صار انقطاع بالشيرينج دكتور، وحاليا جاي نسمعك.
اوكي، وشوفون الشيرنج. اي جاي نشوف الشيرينج. فيري ثانك يو. اذا انا بالسي مالتي الحق الاكسبيرينس سكيلز يجي مع بعض المعلومات الشخصيه، وبعدين يجي وراها الترتيب الدراسي او الكواليفيكيشنز، ثم بعدين اذا عندي اي اشياء شخصيه مثلا انا احب كره القدم، او اني احب اطبخ، او اني اهتم بالحديقه، وتفر تقدر تكتبها ايضا، ماكو اي خطأ بيها. واي عندك انترست مثلا انا فنان، امثل، ارسم وقت الفراغ مالتي، عندي لوحات رسميه ارسمهن واستمتع بهن، nothing wrong with that. That's sometimes enhanced. انا اذكر ببعض المقابلات يقابلون واحد سي مالته كل زينه، عنده خبره وشي وممتاز، ونقول راح نقبله، خلاص نقبله هذا. فشي نساله؟ نساله على اشياء اخرى، نساله على الهوايات مالته، شنو هواياتك؟ او انت كاتب هوايتك كره القدم، شيء ممتاز جميل وشجع يا فريق، او تلعب كره قدم انت اساسا. هذه اشياء احنا اللي تعجبنا احيانا، اكثر ما يعجبنا عنده والله بكالوريوس وماجستير ما تفيده كثير. نقول هذا راح نقبله، خليه يشوف اشياء اخرى عنده. او كاتب هو مثلا اني وقت الفراغ احب الكوكينجز الطبخ، فنساله مرات يا اكله تعجبك، يا اكله تدبرها بالاكل الى اخره. Because we need somebody to talk to us in the interview. فتخلي في بالك اكو بعض الاشياء بالكاركترستكس يمكن تضيفها انت بس بشكل مرتب يعني. فهذه ممكنه جدا. وفي بعض الاحيان يقابلونك ويسالونك على الهوبيز الهوايات اكثر مما يسالونك على الشهاده مالتك في بعض الشركات. هاي تخلي في بالك. فتقول اوه انا جاي وخلص نفسي ولابس قط رباط ومخلي بيرفيومز شانيل فايف، وهذول ما يسألوني إلا على الهوبيز مالتي. هذا مو خطأ، هم سألوك حتى يشوفون شو تحكي شو تتكلم، لأن هو راضي عنك. فإذا هي الأوبجكتيفز تكتب عن نفسك أنه أنت حسب الشغل اللي تقدمه والمكتب القادم عليه، فتكتب عنه بعض الأشياء. هذه أنا الأشياء بالإنفورميشن تقدر تكتب ديت أوف بيرث، الناشوناليتي تقدر تكتب انت من يان جنسيه. احيانا اقدم على شركات اجنبيه يسالون شنو جنسيتك انت، موجوده هاي كثير من دول العالم يعني، موجوده بالفورم. اذا انتم متعودين على العراق ما عندكم، بس هي موجوده حاليا. عنوانك، رقم تليفونك، ايميلك، واذا عندك ويب سايت ايضا كثره هذه كلها تفيدك بالسي في كجزء من البيرسونال انفورميشن المعلومات الشخصيه. لا تضيف ولا تكتب السي في مالتك النقاط التاليه، لا تكتب عمرك، اكتب تاريخ ميلاد. ما العمر شويه مرات يزعل احيانا، فما تكتب عمرك. وهذا زين للبنات، البنات ما يعني انت ما تسالها تقول لك انا 25 7 وخلاص، ما ما السنه ما تذكر لك، بس العمر وخلاص. الاثنيك ايدنتيتي، لا تكتب شنو انت يعني شنو الاثنيه مالتك، هل انت مثلا مسيحي او مسلم او شيعي او سني، هذا اشياء مو حلوه تنكتب بالسي في. لا تكتب توجه السياسي مالتك، هم ما يحبونه. لا تكتب المذهب مالتك اذا ما يسال عنه، او دينك. لا تكتب الحاله الزوجيه والعزاب الا كفر او مكان، بس بشكل عام انت ما مجبور تكتبها بالسي في، انت ما مجبور تكتبها بالسي في. سكشوال اورينتيشن، مكان الميلاد، وزنك، طولك، صحتك، مو ضروريه جدا. هذه اشياء احنا نحاول نتجنبها تكتب بالسي في الا اذا تطلبون عندك، او تقول انا اجاوبهم من يسالوني بالمقابله. فليش اكتبها من قدام؟ ليش اكتبها من قدام؟ فاذا قابلوني وبالمقابله يسالوني انا اجاوبهم. انت اهم شيء عندك بالسي في ان تكسر الحاجز اول مره، يكون يقابلونك وبالمقابله بعدين سولف براحتك. قد تعجبهم المقابله. الادوكيشن حقنا تخلي الشهاده اللي متخرج منها انت الاخر شهاده هي اول شيء بالسي في مالتك تحت حق الادوكيشن، او سميناها كواليفيكيشنز. تقدر كلمه ادوكيشن، تقدر تكتب كلمه كواليفيكيشنز، بس لا تكتب كلمه سيرتيفيكيتس. باللغه الانجليزيه سيرتيفيكيت تعني الورقه، الورقه اللي شاحن سنه.
أما الشهادة الحقيقية هي نسميها التعليم education أو نسميها الكواليفيكيشنز اللي هي الشهادات الجامعية. إذا أنت مسوي أي كورسات أخرى خارج الشهادة مالتك يسموها development courses، أنت تقول أنا صح خلصت البكالوريوس في هندسة الميكانيك أو البتروليوم انجينيرينج أو الكيميكال انجينيرينج، بس أنا سويت شهادات أو كورسات أخرى في مجال الانفايرمنت حماية البيئة مثلا، أو سويت دبلومة بالإدارة، أو سويت دبلومة بالسيفتي، اكتبها هذا تفيدك. هذه مثال، فتقول مثلا أنا عندي ماجستير بالإدوكيشن من جامعة مثلا مانشستر سنة 2002 وخريج جامعة البصرة مثلا بال 73 مثلا. فهذه تفيدك انه تكتب طريقة اخر الشهادة وبعدين جواها. بعضهم انا مثلا انا السي في مالتي اكتب حتى بها الثانوية، عشان اكاديمية الثانوية مالتي خريج ثانوية كذا ومعدلي كذا. اذا مسوي اي كورسات تريننج اذكرهن ايضا، سواء كان اونلاين او فيس تو فيس ايضا اذكرهن بالسي في مالتك، فتقول انا عندي سويت كورس بالمانجمنت بالادارة، سويت كورس بالهيلث اند سيفتي، سويت كورس مثلا بالريبورت رايتنج، هذا كله تفيدك يعني. واذا عندك نسخه من الشهاده وترفقها مع السي في خير وبركه. اذا انت اذا متخرج خير وبركه، حصل شغل ممتاز، متخرج وما حصل اي شغل، فكر من الان كيف تغني السي في مالتك. من الان فكر، تخرجت صار لك 6 اشهر او 4 اشهر دوا على عمل، طور السي في مالتك، طورها، ضيف لها شيء معين، حاول تعمل كم كورس، حتى الكورس تسمه هذا الاونلاين وذ مي، هذا الدوره احنا 3 مرات اللي نظموه جماعه ال WIE Women in Energy المهندسه رسل، وراح يدكم شهاده بي او قسم معكم يحصل على الشهاده. هذه الشهاده ايضا تضيفها انت داخل السي في مالتك as a training course، أو أي كورسات لها علاقة بالمهنة careers بالوظيفة مالتي، management أو مثلا CV writing إذا كان وظيفتي أنا بال HR مثلا، شلون أسوي covering letter، هنقدر هذه مهمة تفيدك. أو أنت يستحسن أن تحضر بعض هذه الكورسات يسمون careers courses. فالحمد لله استمتعت CV writing معي، والاسبوع القادم راح نتكلم على الاسبوع هذا كلام لتر، الاسبوع القادم نتكلم على الانترفيوز. سو اذا احنا راح نتكلم عن مواضيع كثيره جدا، يمكن التواريخ ما تشبه، انا كنت مقدم الكورس سابقا فالتواريخ قديمه مالتي. خبره العمل، اذا انت تشتغل هذا بعد ممتاز، عندك خبره ضيفها بالسيفي. تقول انا جاي اشتغل حاليا، صار لي سنه ونص تقريبا اشتغل، واشتغل بشركه معقوله زينه يعني، هل احتاج السي في مالتي؟ نعم تحتاج السي في مالتك. بين فتره اخرى ادخل على السي في وطور به، اضيف لها. السي في هو عمل دايناميك مستمر، منهاج حياه. السي في هي فيتا، كريكولم فيتا، انت حياتك ثابته لو دايناميك متغيره، فاذا السي في مالتك تغير مع حياتك. اي شيء شوفه جديد حضرته تعلمته اضيفه للسي في مالتك، بس بشكل منطقي معقول، اضيفه للخبره او اضيفه للسكيلز مالتك. فانكلود اكسبيرينس، او اذا انت مثلا احنا بالجامعه مثلا من الاشياء يشجعون اذا حصل جرانت، نحصل على دعم مالي من شركه معينه، فنعتبره انجاز انه شركه انطتني دعم مالي حتى انجز مشروع معين. هذه امثله انا اذكرها وانتم أحسن مني. بعض الأشياء أنا راح أمشي شوية سريع لأنه الوقت يداهم، بعض الأشياء أنا أعتبره بس اللي أمشي عندي اليوم. راح أشوفكم samples of typical CVs. فأنت عندك words describing responsibilities، هذه كلمات أنا شجعتك تكتبها بالstatement مالتك أو بالcovering letter أو حتى الجملة الأولى اللي فوق السي في، تكتب أنت 4-5 لاينات يسمونها personal information أو يسموها أحيانا personal statement،
الصيغة الشخصية. فهذه كلمات حلوة، فتقول أنا مثلاً I can be responsible for planning، أنا كل زي بالتخطيط، implementing، reviewing. هذه كلمات حسبية، كلمات إيجابية، positive words. تقدر تكتب عن نفسك تقول أنا مثلاً لو أتكلم عن نفسي مثلاً عندي CV، أنا عندي أكثر من أعتقد 7 CVs حسب الشغل ما أتقدمه، أسحب CV اللي أريدها حسب ذاك الشغل. حالياً متقاعد، بس مع ذلك مرات تجي فرصة مناسبة أجد CV مالتي. فأنا أقول مثلاً I'm good in planning، I'm good in management، I'm a director so I can direct the company and so on، I'm a training advisor. فأختار كلمات تناسب عملي وتكون عندي positive wording. اللانجوج السكيلز اللي هي تقول I am fluent in Arabic speaking، I am medium in English language. فمرات أيضا تحتاج تعتبر سكيلز، معرفة اللغة أخرى هي تعتبر مهارة، لأن مو كل الناس تعرف اللغة الإنجليزية. هذا يخليني أتكلم هسه هذه مع اللغة language. الشباب خريجين جامعات عراقية سواء أهلية أو حكومية، أنا أشجعهم تشجيع قوي جدا يتعلمون اللغة الإنجليزية، يتعلمون اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية عالمية، فرنسية أو ألمانية لا يقدر، بس الإنجليزية هي اللغة الأكثر شيوعا. يا حبذا يتعلم لغة إنجليزية بطريقة أخرى، أما هو يدخل على اليوتيوب، يدخل دورة، يحاول يكتب، يتعلم، يحاول يسمع الانجليش نيوز من البي بي سي مثلا، هذه تفيد اللغة جدا تفيدك. السكيلز الموجودة عندك غير اللغة هي التقنيات اللي عندك. You good, you maybe you are good in car repair، انت تصلح سيارات يعتبر تكنيك، انت عندك اي تي تكنولوجي، اي تي انفورميشن تكنولوجي، انت عندك تكنيكال سكيلز اخرى، كاربنتر مثلا، وود ورك، مهارات في صناعه الخشب او اي شيء اخر، او الاخرى كوميونيكيشنز، طريقه المخاطبه، ريبورت رايتنج، هذه كلها ايضا من المهارات. فاذا عندك الطريقه للكوميونيكيشنز تقدر توصل فكرتك وتحكي زين، اعتبر نفسك انت عندك good communication. لا تستحي اكتبها. يعني انا متاكد خريج جامعه، صف رابع جامعه، خامس جامعه، صف يعني وخمس سنوات في الجامعه توك متخرج، لازم عندك قدره على كتابه التقارير، لازم assignment. مو معقول الا بعد انت تنقلها من جوجل وبس تغير الاسم، هذه مصيبه. بس اذا انت تلميذ ومتخرج جواب لازم كتب. أتذكر أنا واحد من طلابي في جامعة تي سايد مدرس بيها، كان أحد طلابي من إحدى الدول العربية، طلبت من عندك يكتب تقرير 5000 كلمة، يعني حوالي 20 صفحة. جاب لي تقرير كلش جميل، حلو، مرتب تماما، الترتيب، اللغة مالت كل شيء، بس مسكين ناسي يشير اسم المؤلف. يعني هو ناقله كما هو، قلت له في اقل تقدير اسمه اسامه، في اقل تقدير اسامه شيل اسم المؤلف حتى ما حتى تعبر عليه. ف بس هي الريبورت رايتنج، كتابه الاسايمنت، هي خبره او سكيلز تفيدك بالسي في. انواع السي في هي اما السي في التقليديه العاديه اللي هي والمشهورة كثيرا والمعروفة كثيرا وما عندنا مشكلة بيها، هي personal details، your education، بعدين تجي الخبرة والمهارات والinterest. هاي يعتبرها CV تقليدية على المدى القديمة، خلينا نقول. الريفريز، هذا شوف، هذا الريفريز شخص يكتب لي توصية، حصلت على شغل والشركة قالوا نحتاج
توصية من شخص يعرفك، قد يكون أستاذك في الجامعة، الأستاذ المشرف على المشروع مالتك، قد يكون جيرانكم ويعرفك شخصيا، وجيرانكم مثلا يشتغل في مكان معين، ما به مشكلة. بس يفضل أن يكون شخص يعرفك سابقا، قد يكون أستاذ جامعي أو أستاذ ثانوية مالتك أو جيرانكم، أو شخص معروف بحيث تنطي رقم تليفونه أو تنطي عنوانه، لأن احتمال كبير يتصلون عليه. أنا أتذكر شخصيا، أتكلم عن نفسي، من قدمت على أول شغل في بريطانيا، كان الفضل في حصولي على العمل هو الريفرنس، الشخص يكتب اسمه، اسمه جيمس مارتن بيدن، شخص اسكتلندي كان هو استاذي في الجامعة والمشرف على الدكتوراه مالتي. التوصية مالته كانت توصية جدا رائعة وجميلة، حتى من قالوا لي بالمقابلة وخاصة المقابلة، احنا قبلناك بالإضافة إلى شهاداتك، قبلناك على توصية استاذك، لأن استاذك جدا معجب بك وكتب كلمات جدا جميلة عنك. فتخلي في بالك لا تخرب علاقاتك مع استاذك. يعني من تخلص من الجامعة ما تقول والله 1000 حجارة أو ذا 7 حجارات على الجامعة، لا تحتاج جامعة. أكو مثل إنجليزي عندنا يقول don't nail the doors if you leave the house، لا تمسمر البيبان من تطلع من بيت. You may need to go back again، يمكن قد تحتاج العودة إليه من جديد. فمن تطلع من بيت لا تخرب. احنا مو عندنا مثل عراقي بعكس الناس، احنا نقول يا مغرب خرب، هذه المثل خطأ، لا تشل بي، لا يا مغرب صلح فيذكروك بخير. فنفس الشيء تحتاج الريفريز، وتخلي من الآن انت اذا توك متخرج، بعدك ما متخرج، وعندك واحد بالعمل مهندس مدير مالتك، فتكون علاقة طيبة، ما تحتاج دنيا، هذه دنيا ما تعرف شنو، باشر عقب تحصل على شغل زين وتقدم عليه وقال له يجيب لنا ريفريز، رسالة توصية. فهذه مهمة جدا عندك، خليها في بالك. حاليا يسألون عن 3 رسائل 3 letters بعض الشركات، وبعض الشركات تطلب من عندك تسوي برزنتيشن، تشرح لهم، تسوي باور برزنتيشن تشرح لهم على الشغل مالتك. الوقت مالتنا يركض، بس ان شاء الله نخلص بالوقت. هذا النوع من السي في هو اللي انا احبه اكثر، هذا السي في، انا هذا السي في الاول، هذا قديم، هذا موده قديمه. السي في الحديث اللي هو الناس تحبه اكثر كشركات، هذا السي في، هذا الترتيب مالته يكون، الترتيب مالته اول شيء تحكي عن نفسك، personal details، عنوانك، تليفونك، تحكي عن رقم بيتكم الى اخره، عنوانك، واربع خمس اسطر تتكلم عن نفسك. تقول مثلاً I am a new graduated petroleum engineer from the University of Basra. I was number 3 in the group, one of the top 20s. When I was in university, I'm so يعني active person and I love life and I love activities and so on. فتكتب عن نفسك أشياء جديدة. I'm good in planning. I'm good in creating. I'm good in communication. I have good friendship. تكتب أشياء إيجابية عنك يعني. هذا statement 4-5 أسطر. حاول هسه أنت مو تسمعني ونخلص ساعة بالعشرة ونص ما بيش بتوقيتكم نخلص. تحاول كهومورك عندك practice that. إذا عندك CV قديمة ادخل عليها من جديد وغير بها شوية. غير بيها، اكتب عن نفسك، حاول تتعلم شو تكتب عن نفسك. هي أصعب شيء عندما يتحدث الإنسان عن نفسه. مرات نسوي تجارب بالجامعة، نقول له تكلم عن نفسك مدة 3 دقائق، 3 دقائق يحكي دقيقة ويوقف، ما أعرف شو يحكي عن نفسه. حود نفسك أن تتكلم أو تحكي عن نشاطاتك. ورا البروفايل مالتك تكتب نوبل سكيلز، مهاراتك، إذا عندك أي مهارات، وعندك أنت يعني أقل شيء عندك مهارة يعني الآيفون والجالكسي. أشوف ما شاء الله أنتم بالسوشيال ميديا بالعراق، ما شاء الله عليكم، ما توقف إن شاء الله.
الفيسبوك حريقة يعني، حتى الأكل مالكم على الفيسبوك. ف you have experience and or you have skills. فتقول IT skills, social media skills, driving, food, whatever skills you have. إذا عندك أخرى بعد شيء خير وبركة. بس أنا أذكر شيء بسيط لك، لأن أنا جاي أفترض أنهم تسمعوني أنتم معظمكم طلاب وتوهم متخرجين. بعدين تجي الـ education والـ qualification، التعليم والشهادات. تكتب عن شهادتك الأولى، مثلا عندي بكالوريوس أو ماجستير، ماجستير بكالوريوس، بعدين تكتب على الثانوية مالتك، وهذا كافي. وبعدين تلحقهم بالكورسات التدريبية اللي عندك، أو عندك أي خبرة عملية اللي وراها. إذا education qualification هذا حقل، حقل اللي وراء تقدر تسميه انت work experience، الحقل اللي بعده تسميه interest وfactual وبي very brief، وبعدين آخر شيء حقل اللي يكون هو الreferees الشهود. هذا الترتيب هو المقبول حاليا في أكثر أنواع السيفيز. صفحة واحدة صفحتين يكون كافية. أرجو أن يكون واضح، واكتب ملاحظة على هالشيء. هذه النقاط أنا هذه السلايدات أدزهن إلى بالإيميل إلى جماعة الـ Women in Energy أو إلى المهندسة رسول، ويمكن هي تنزلها لكم. خير وبركة. أنواع السيفيز قد إن شاء الله دكتور. دكتور بس أنا هو إنه تم إرسال الجوجل فورم كرابط. دكتور بس أنوه إنه الأشخاص 92 اللي تم قبولهم بالمبادرة حاليا رسلنا الجوجل فورم بالشات، بس يسجلون حضور إذا ممكن. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. فإذا الأكاديمي سي في، سكيل سي في، فيجوال سي في، كل هذه الأشياء قد تكون الأشياء اللي قد أنا أسميها بعض المعلومات تفيد بالسي في. always try to be positive، كون إيجابي، خاصة في الستيتمنت مالتك الأولى. من تكتب عن نفسك قول I am creative, I am hard working, I am honest, I am ethical, I believe in other views, I respect people, I am adaptive, I am flexible. هالكلمات مهمة مفيدة. اللي يقرأ يقول والله هذا خوش إنسان. ودائما تكتب على وكأنما targeting the opportunity. إذا تكتب CV لفرصة معينة معلنة اكتب على هالفرصة مالتك، انه انت كفوء بها وزين بها. الستايل يعني طريقه الكتابه، نموذج كتابه، فكره هذه تختلف من شخص لاخر، بس خلي يكون الستايل مالتك يعني مرتب، تابع به الجرامر، السبيلنج مالتك اذا مهمه. انا اتذكر مثلا اتذكر يعني كذا قبل كذا سنه كنا عالين على شغل لسكرتيره عندنا، مو سكرتيره، اتش ار مانجر، مديره الهيومن ريسورسز، وقدموا مجموعة أشخاص، وكانت بنية عندها شهادة وسيلماتها زينة، بس ما قبلناها لأن عندها spelling mistakes. عندنا لقينا أربع كلمات بسيلماتها spelling مالتها خطأ، فقلنا شو نقبل هذه بال HR وبي هاي كتابة، فما قبلناها. فالspelling مهم جدا أيضا. و two pages is maximum السي مالته، هذا صيت كبيرة ما حد يقرأ. أنا عندي سي في بالضبط، سي مالتي القديمة الأصلية 12 صفحة، من يقرأ 12 صفحة؟ بس من أقدم على بعض الشغل حاليا أقدم السي في مالتي أم صفحتين. فحاول تكون قصيرة وسريعة وقراءتها سهلة. سبيل وجرامر مهمة، وأيضا الأرمز لينث تيست، يعني بحيث أنه الأرمز لينث هي مثل إنجليزي يعني تكون خلينا نقول وديعة، نسميه شلون مسالمة، يعني تقبل. شلون واحد يقول أخذك بالأحضان بالأرمز، هذا معناته، بحيث من يقرأها يقول والله هذا خلي هذا يستاهل واحد يعني يحفظه يجيبه يحتضنه. نقول الأرمز لينث تيست. شو يحتاج هذا مهم هنا عندي، هذا كلش مهم. هاي سلايدات الباقيه عندي مهمات. هو ابو العمل، ابو الشغل، صاحب العمل اللي يريد يوظفني
شنو يحتاج بالسي في يقراه بحيث يقول هذا السي في راح اسوي له مقابله، لازم اقابله. واحده منهن انه انت الاتشيفمنت مالتك انتليجنس، يعني انت مثلا ناجح الاول، ناجح الثاني، انت من الطلبه الاوائل بالجامعه، انت بالربع الاول، هذا تفيد احيانا من تكتب السي مالتك. من تكتب السي مالتك انت عندك نوع من الانثيوزم، انثيوزم يعني ترحيب، عندك نشاط، روحك عفويه والتزام وموتيفيشن، عندك يعني انت كوميتد اند اولسو موتيفيتد. السي في يكون تشوف هاي الكلمات عندك. كتابتك عندك جود كوميونيكيشن سكيلز، بتكتبها انا اسوي برزنتيشن، انا عندي كوميونيكيشن سكيلز، كنت انا تيم ليدر مثلا بالجروب مالتي، تكتبها. فيري ماتش امبورتنت تكتب انه انت كنت تيم ممبر، تيم ورك، تؤمن بروح الفريق. ماكو شغل حاليا واحد يشتغل بوحده، لازم اكو علاقه زميل وزملاء ومدير وفوق وجوه وتحته عمال وموظفين، فانت تيم ورك. اكتب هاي الكلمه بالسي في مالتك. I believe in teamwork. I used to be a member in a team. في الجامعة كلكم بالجامعة عملتوا تيم ورك، يعني جروب بروجكتس، مشاريع جماعية، لازم تشتغلوا هكذا. حاليا إذا ما متخرج أنت بعد صف رابع أو صف ثالث وعندك بالجامعة بعض النشاطات، شارك في بعض النشاطات، شارك اجتماعية، جروب معين، أكو جروب مال مساعدة الفقراء، جروب مال مؤتمر، شارك. روح مهم جدا. انا اتذكر ايضا من خبرتي كنا نقبل ناس، نقبلهم على لانه عنده helping other people social help. انا شخصيا حصلت على وسام الدوله من جلاله الملكه اليزابيث ملكه بريطانيا. اكو واحد قال ملكه بريطانيا، انا رحت الى بكنغهام بالاس انا وزوجتي وشيك هان مع أمريكا بريطانيا وعطتني وسام دولة. ليش؟ لأن أنا أخدم المجتمع. واحد من الأسباب because I'm good in serving my community. أساعد الفقراء، أروح إلى دور الأيتام، افتحت مدرسة لتعليم اللغة العربية للأطفال العرب المقيمين في مانشستر. بسبب هذه الملكة أعطتني وسام دولة، وانطتني جواز دبلوماسي. فأنت أيضا يجب أن تساهم في بعض نشاطاتك، تكون بالسي في مالتك بحيث تقول أنا عندي بعض النشاطات الاجتماعية تفيد أحيانا في الحصول على عمل. تكون انيشيتيف، عندك مبادرات، وعندك أيضا شخصيتك متوازنة، لا أنت منطوي، لا أنت يعني بشكل معقول. هذه النقاط راح أذكرها أيضا مهمة، أنا عندي وياكم حوالي 10 دقائق، هي الكومنتس فروم ريكروتر. احنا سألنا، احنا كنا من قابل الناس، سألنا المشغلين، شركات التشغيل، شركات اللي شغل الموظفين، قلنا لهم انطونا بعض النصائح. فسؤال قلنا لهم شنو the first thing you look for إذا عندك واحد سي في، شنو تبع بالسي في؟ تبع كلها لو أكو نقاط معينة تجذب انتباهك، catch your eyes. فقالوا من الأشياء النفع هي طريقة كتابة السي في، ترتيب السي في، تصميم السي في، واللاي اوت، اللاي اوت التصميم مالته، واللوجيكال المنطق اللي بيها، easy to follow. من أقراها أستمتع أقراها، هذا مهم. أيضا سألناهم شنو اللي يخليك ريجكت السي في، ترفض السي في، ما تنطي شغل، تاخذ السي في تذبه الزباله. ما هي الاشياء اللي تخليك تذب السي في زباله؟ قال مثلا نشوف سبيلينج ميستيكس، المعلومات كلش قليله، ما بقى معلومات، لا كاتب رقم تليفونه ولا كاتب الايميل مالته او كاتب ايميل خطا، هذه اشياء ما تعجبني نذبه الزباله. أو بلان سي في، سي في يعني ما بيها شيء متميز، لا كاتب مهارات، لا سكيلز، لا أخري.
سألناهم أيضا ما هي النقاط اللي بالسي في تخليك أنت تقول راح أخذ هذا السي في بحيث أسوي له مقابلة. What is likely to make you consider a CV seriously؟ فقال إذا شفنا عنده سجلات أكاديمية جيدة، إذا عنده نشاطات منهجية وعلمية، وإذا عنده هوبيز. شوف على الهوبيز مالتي قبلونك. إذا تقول له أنا من هواياتي إنه gardening أو هواياتي السفر أو هواياتي القراءة، أحيانا الهوايات تشجع. النقاط الأخرى اللي attract eyes هي practical work، إذا عنده خبرة أو عنده خبرة عمل practical عملية، يعني مو نظري فقط. وأيضا عنده أدلة على أنه هو with people or showing initiatives، إذا عنده team work، عنده روح الفريق، ability to work with people، عنده قدرة أن يشتغل مع الآخرين، ما عنده مشاكل. Again أنا أتذكر كل زين، أتذكر كل زين. كان عندنا واحد بالشغل اسمه جيمس سبيدي، دائما يتعارك، ما يعرف ينسجم مع الآخرين، ودائما يشك بالآخرين يحكون بظهره، في يومية مشكلة عنده، بحيث أنه الكل يتجنبه، ومن صار عندنا مشكلة بالشغل أول واحد بطلوه هو. Working with people، اكتب السي في مالتك أنا عندي good teamwork وأقبل الآخرين. السي في عادة تفضل أن يكون مطبوعة طباعة، مو مكتوبة كتابة يدوية، مطبوعة وفونت واضح، القراءة مالتها سهلة، لا تكتبها فونت أبو التسعة مادي أبو العشرة، صعب واحد يقرأها يلبس نظارات، يعني فونت 12 spacing 1.5 نيوتن تايمز أو other fonts which could be useful for you, whatever make it easy to read anyway. و be a personal profile، تكتب عن نفسك، عن مهاراتك، اكتب عن هوبيز. شو هذه الأشياء مو من عندي، هذه أجوبة من الناس اللي هم يشغلون الآخرين. ريكروتر يعني مشغل، فيقول سي مالتي يعجبني أشوف شنو هوايات هذا الشخص، لأن هوايتك تعكس شخصيتك أنت. الأشياء الأخرى بالسي في، إذا عندك أي أكتيفيتيز، نشاطات اجتماعية، أو إذا عندك أي مسؤوليات أخرى خارج عملك، كان يقول مثلاً أنا ساعد الفقراء، أو أنا عضو في جمعية رعاية الأطفال الأيتام، أو شيء من النوع، هذا أيضاً قد تكون مفيدة لبعض الناس. راح أشوفكم نماذج من السي في، نماذج. هذا نموذج السي في لشخص من جوناثان. فشوف طريقة سي ما تخلي صورة واسمه ورقم تليفونه وإيميله، وبعدين حاكي عن نفسه قليلا، يسمونه personal statement. يشوفون واضحة عندكم هذه، لو تجي أكبرها أكثر دكتور ممكن تكبرها أكثر، لأن هذا أكثر شيء عندي هسه. تمام، يعني تفاصيل السي في حاليا شوي واضحة، الكبيرة فقط، مثلا اسمه، تليفونه، عنوانه، هذا السكشن مالته يحكي على البيرسونال بروفايل مالته، يقول انا مثلا هايلي موتيفيتد بيرسون، عندي نوليدج، اي ام فيري، يعني يقول هنا انا كاركتر اكاونتنت، عندي 5 سنوات خبره الى اخره. يعني اشبه بالكفرنج ليتر، بس هي ستيتمنت مهمه يقراها ابو صاحب العمل. مره صاحب العمل يقرا هذه ما يقرا كل السي في. بعدين جزء experience، كاتب عن نفسه، كاتب عن training، ويكتب عن أيضا يكتب عن ال core qualifications، يخلي الشهادات بالأخير. يعني هذا مثال على CV تعتبر نموذجية إلى حد ما، صفحة واحدة ولخص بها كل حياته. نموذج آخر من هاي البنية اسمها إيميلي، إذا أكبرها أيضا أحاول أكبرها، أيضا تكتب عن نفسها فوق، كتبت على عنوانها ورقم تليفونها إلى آخره.
وبعدين كتبت عن نفسها بروفيشنال سمري، عن ملخص عن حياتها. فقالت انا بروجكت مانجر، عندي 15 سنه خبره الى اخره، وتحكي عن نفسها بشكل ايجابي. وكاتبت هناك اكسبيرينس مالتها وين اشتغلت ويا سنه، وكتبت هنا على شهادات الجامعيه مالتها والاديوكيشن والسيرتيفيكيت، شهادات الاخرى اضافه الى شهاده الجامعيه. هذا مثال. مثال اخر هي على بنيه اخرى، بس هذه تخلي بها صورتها. تقول مثلا انت لو تسالني اخلي صورتي، ما بيها شيء، بالعكس مرات احسن. فمخليه صورتها ومسوي السي مالتها على شكل يعني جزئين. الجزء اليسار تكتب بي ايضا سيت مالت اكسبيرينس الى اخره، والجزء الايمن تكتب على الكونتاكت تحت صورتها تكتب اسمها وعنوانها ورقم تليفونها. هذا مثال اخر على هذه السي فيز حاليا الشائعات عندنا في بريطانيا، هذه النماذج مالتها بصوره او بدون صوره، بس بشكل انه كلها بصفحه واحده وعلى شكل مقاطع سكشنز. سي في اخرى بشكل اخر اسمها ديزايننج، يعني تصممها بشكل اخر هي. فعلى اليسار حقل معين بلون معين، وبي ايضا الشخص والعنوان الى اخره والشهادات واللانجوجز، وجزء اخر تكتب فيها الخبره مالته. كلها مقبوله، كلها صح، كلها صحيح، كلهن جميلات. هذه النماذج تقدر تاخذ فكره عنها انت. هذه على بنيه اعتقد اسمها اوليفر او اوفيليا، اوليفيا نفس اوليفيا نفسها كتبت سي في بطريقه اخرى، يعني نموذج اخر كتبت بهذه الطريقه. شوف الفرق ما بين هذه، هي نفس الشخص، نفس الخبرات، نفس الشهادات، كتبتها اما بهذه الطريقه او بهذه الطريقه. كلاهما جميل، طريقه تقديم السي في. نفس البنيه هي كتبتها بطريقه ثالثه اخرى يسمونها ديزايننج، هاو يو ديزاين يور سي في، هذه طريقه اخرى. هذه نماذج انت حاليا حتى يعني تقدر تدخل على اكو ويب سايت خاص بالسي فيز، راح اذكر لكم انا، تدخل عليه ينطيك نماذج مختلفه من نوع السي في. هاي السي في ايضا بسيطه وعاديه بس توصل للمرحله مالتها. نفس الشخص يعني هي انا تعمدت من نفس الشخص اجيب اكثر من سي في حتى اقول لك انت حر في اختيار التصميم المعين، بس كون التصميم يكون معقول وجذاب. الكفر لتر اللي هي ايضا مهمه جدا، وانا الوقت بدا يركض عندي. هذه عاده هي الكفر لتر شود ماتش بالسي في، يعني الكفر لتر هي ملخص لما مكتوب في السي في، هي ابلكيشن. I would like to apply for the job because I am so and so. تقريبا تلخص السي في مالتك اللي هي او صفحتين بنص صفحه اللي احنا نسميه الكفرنج لتر. بعض الناس يطلبونها، أنا شخصياً أفضلها لأن هي ملخص. هذه الكفرنج لترز إذا أعطيكم نماذج يمكن أطلع نموذج لها. If I have a sample. I have a cover letter sample. If I can share it with you. Is this you can see this one? Yeah, we can see it's a cover letter for project manager. Yeah, خلاص هذا هو. So this is example of covering letters. تكتب اسمك ورقم تليفونك وموبايلك الى اخره، وبعدين تكتب انت مثلا I would like to apply for the job، وتحكي شويه statement عن نفسك، وتحكي عن شويه عن CV، والبقيه تقدر تحكي عن الشغل نفسه. أنا تحكي الجانب الإيجابي في السي في مالته بالكفرنج ليتر. I can assure you أقدر أسوي الشغل طابينه أنتم كله يعني. وتكتب شوية عن شهاداتك، وبعدين أنت تتوقع وتقول
المور ديتيلز اف يو وونت تو سي ذم ذي ار ان ماي سي في. الكفر لتر عاده يكون مناسب اذا كانت السي في كلش كبيره، السي في مكونه من صفحات كثيره قد يكون هو مناسب في بعض الاحيان. هذا مثال، ويمكن مثال اخر عندي اذا كان if I can share this this هاي كفر لتر تابعة اي انا so this is also about covering letters. عم تكتب بيها وتكتب بيها شنو خبرتك، يعني وكأنما you are summarizing your CV، وتقول CV المعلومات الكثيرة تقوم بالCV. But covering letter is a summary of a CV which is need to be looked into and considered. Now the time is exactly as we agreed on. راح يعني أما أترك المجال إلى رسل هي تقرأ الأسئلة من الشات أو أنا أقراهن وأجاوبهن، it's up to you. دكتور أنا already كاتبتهن الأسئلة يمي، فتحب أطرح لك إياهن؟ يلا على السريع لأنه حتى نجاوبهن. تمام. التواريخ مالت الشهادة يكتبون فقط السنة لو اليوم والشهر والتاء. لا السنة 1988 1992 السنة كافية. فقط السنة، تمام. إذا كان عندي 50 شهادة لدي ندوات حضورية كلها تضاف في السي في؟ لا أضيف الشهادات اللي لها علاقة بالشغل المقدم عليه. زين، إذا ما كانت عندي خبرة أقدر أذكر التدريب الصيفي؟ دكتور إحنا عندنا تدريب صيفي. نعم تقدر تضيفه؟ دكتور صار ميوت يمك. هسه سمعيني؟ اي تمام هسه دكتور. بتقدر تذكر التدريب الصيفي اذا شخص اشتغل بكندا او بيوكي فقدم على مكان اخر، شلون يقدر يثبت لهم انه هو صحيح اشتغل بهذا المكان؟ عن طريق الريفرنسز الريفريز. اوكي. الشخص كان كشاهد. تمام. الدرجات او التسلسل على الدفعه يضاف بالسي في؟ مو بالدرجات بس يقول مثلا انا من العشر الاوائل من الخمسه الاوائل، انا ترتيب الاول على المجموعه. نعم. وين دكتور هذه ذكرى بالإدجوكيشن صح؟ بالإدجوكيشن نعم. او حتى اخر فقره حتى بالبيرسونال ستيتمنت بالصيغه الشخصيه عم يقدر يكتبها. اوكي تمام. اللغه اذا ما متقنها كلش يذكرها باللغات ام لا؟ يفتح قوس يذكرها تحت قوس يقول ميديوم او لو ليفل او هاي ليفل. تنصح باللغة الصينية في مجال النفط والغاز أم باللغة الروسية؟ يعني ما يخالف أي لغة يعرفها يحكي، حتى لغة ما مستمع كثيرا يكتبها، يكتب مثلا أنا أعرف يعني روشن أو تشاينيز أو كوريان أو تركيش أو دبر يعني يكتبها. تمام دكتور. نرفق نسخ من الشهادات؟ يستحسن نعم نعم، هو إذا كانت شهادة جامعية بالتحديد تفيد، أو إذا شهادة لها علاقة بالعمل نفسه نعم يكون جميل أن يرفقها. نعم دكتور، مثلا شخص عنده خمس شهادات ما أخذهن أونلاين سوفت سكيلز أو يعني بمجال اختصاص يضيفهن يرفقهن بالسي في، قصدك تصير خمس صفحات السي في بهاي الحالة؟ أي هي هذه الإشكالية، هو يقدر يكتب أنه شهادات مالته ويفتح قوس يقول I can send you the copy of the certificate if required. أوكي تمام. دكتور تنصح بالسي في العربي لو بالانجليزي؟ والله وعاد حاليا الانجليزي جميل جدا ونمبر 1 بالنسبه لي، بس اذا في بعض الشركات والشركات المحليه الوطنيه ماكو مانع تكون لغه عربيه. دكتور اذا حضرنا ندوات او كورسات بس بدون شهاده نذكرها وباي حقل؟ تقدر I have attended for example هذا مثلا احنا اليوم حكينا على موضوع معين بس ما تعطي شهاده، you can say I have attended يعني seminars او webinars، بس اكتب التاريخ مالته اسم المتحدث او اسم المجموعه اللي نظمته. زين دكتور اكتب تاريخ الخبره؟ اي نعم نعم تاريخ مرات الخبره يحتاج شهر وسنه. نعم يحتاج.
آخر سؤال من دينا. دينا سؤالك شوية يعني ما جاي يترتب، يعني إذا ممكن تفتحين المايك وتطرحينه. تقول الكفر لتر السلام معناتها عليكم تكون دكتور. فيها قبل السي في وبعد السي في، الكفر لتر فوق السي في، الكفر لتر وراه السي في. أوكي تمام. تمام دكتور، شكرا. أي شخص بعد عنده سؤال أو استفسار يقدر يرفع الرايز هاند أو يكتب السؤال بالشات. أساتذة إذا جاي يستمعوني دكتور، أكو هواي أشخاص طلبوا السي في مال حضرتك، ممكن تشاركوا يعني؟ ان شاء الله ارسل نموذج مسير مالتي بالايميل بعدين ان شاء الله. اكو واحد اسمه برنامج مهدي عمر، اوفيس هل مهدي يعتبر عمر رفع ايده. اوكي؟ تمام استاذ مهدي تفضل. استاذ مهدي بس ارفع الميوت وتفضل. اوكي استاذ مهدي ما جاي يقدر يشيل الميوت. عندنا استاذ حسين. استاذ حسين تفضل. استاذ حسين السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور انا طالب بالهند فاشتغلت مترجم في المستشفيات بالهند، فاذكر بهذا انا اشتغلت مترجم نعم يعني نعم ساعدت مرضى. يعني بالتأكيد مثلا تقول انت مترجم في مجال اللغة الطبية، مثلا تكتب بالميديكال انجلش لانجويج مثلا، او انتربترز بين عربي انجلش فور ميديكال ابليكيشنز. نعم هاي تعتبر أنا مهارة سكيلز مو كل واحد يملكها. مشكور أستاذ، يعني ماكو مشكلة، وإذا أذكر يعني بحيث أنا معاي لغة إنجليزية أوريدي، أنا متخرج من النت يعني اي مرحلة فبتسأل رابعة. انت بالمهارات هاي، اللغة الانجليزية ضمن الشهادات، بس ضمن المهارات مالتك انت كنت مترجم يعني انتربترز فور انجلش عربيك ميديكال ابليكيشن لانجويج. مشكور أستاذ. حياك الله. عندنا سؤال مكتوبات اللي هم برنامج الأوفيس هل يعتبر ضمن المهارات وأقدر ايه أضيف العمل التطوعي بالخبرات؟ انا اشجع انه الناس تدخل تطوعي، اذا ما عندك واحد يعينك اشتغل تطوعي ويمكن تضيفها، وبالعكس شيء ممتاز. بعض الشركات انا واحد من الناس يحبون الشخص اللي يتطوع في العمل، لو انا صاحب شركه واحد يقول انا عندي فولنتير انا اخذه هذا. من عنده يا دكتور يخليه ضمن الخبرات لو يخليه ضمن سكشن بوحده اسمه فولنتري وورك. تسميه تفتحين فولنتير وركس وتقدر تضيفينه ضمن السكيلز مالتج او الاكسبيرينس وتسميه اي هاف فولنتيرز ان اكس واي زد. دكتور رسلوا بعض الاشخاص ممكن يرسلوا لك السي في مالتهم تعطيهم فيدباك عنه؟ ان شاء الله. انت عندك ايميلي مو؟ دكتور ايميلك ما عندي حاليا، ممكن ترسله لي بعد السيشن على الهاتف. بس جاي امشي سريع لانه اريد عندي التزام اخر. عندي التزام اخر خلال 5 دقائق، عندي محاضرة اخرى. اوكي دكتور اذا انا جايب الايميل مالتي تمام حتى تنزلون الاشياء على الايميل مالتي، وانا اذا بيها مجال اعدل ما عندي اي مانع. هذا ايميلي. I send it for everyone in the chat box. اوكي عندنا اخر سؤال، شخص رافع يعني رايز هاند، عندك وقت دكتور لو يعني؟ انه انا بالضبط عندي محاضره مالتي خلال 5 دقائق. تفضل. اوكي استاذ اسامه. استاذ اسامه مساء الخير دكتور. حياك الله. مساء الخير الجميع. حياك الله. بس اسال الديوتيز والريسبونسبيلتيز لما اسجل، انا عندي مثلا خبرات وكذا، فضروري اكتب الريسبونسبيلتيز اللي انا قمت فيها ولا ما فيش لها داعي؟ بس اي هذا ضمن الاكسبيرينس مالتك، مثلا يقول انا مانجرز فور ا بروجكت فروم 1920 الى 1930 مثلا، ان ذيس بروجكت اي ديد ذا فولوينج ريسبونسبيلتيز، تيم ليدرشيب، فاينانشال سبورت، recruiting people, whatever يعني roles or experience you will do, you can put it into your CV under that time of experience you have done. اوكي شكرا. يعني انا اسالك عن نفسي كثير، مثلا انا استاذ جامعي من سنه كذا كذا وكنت رئيس قسم، وجوا رئيس القسم اكتب وكانت مسؤولياتي ما يلي 1 2 3.
ايوه تمام، شكرا. حياك الله. اوكي اوكي مشعل، الشباب انا جاي اعتقد جدا يسألون الوقت على قضيت. ايميل. تمام دكتور، اخذ راحتك. انا فد عندي يعني كم اشياء اوضحهم للاساتذه الموجودين بخصوص المبادره، تقدر تتفضل دكتور. وشكرا جزيلا لوقتك، وشكرا جزيلا لدعمك لومن ان انرجي، حياكم. جدا ممتنين منك ولوجودك المميز اليوم. أنا أيضا أشكركم على هذه الدعوة وسعيد بالتعاون معكم. عندنا بعد أسبوعين آخرين جمعتين وجايات تكون المواضيع أكثر قيمة، وأنا أشكر وأيضا أعتذر لأنه ما أقدر أواصل بسبب التزاماتي الأخرى، فشكرا جزيلا لكم، مع السلامة. شكرا جزيلا دكتور، مع السلامة، تصبح على خير. أساتذة حاليا أنا يعني أحب أرحب بكم مرة ثانية. أنا رسل حسن، بروجرام تشير بيرسون ويا جمعية مهندسين نفط في البصرة، اس بي اي بصرة سكشن. للاس بي اي لديها لجنة فرعية باسم وومن ان انرجي. الوومن ان انرجي صفحتها على اللينكدين حاليا راح اشيرها وياكم حتى تكونون على بينة. أوكي، هاي الصفحة حاليا أعتقد واضحة يمكم أساتذة. ست حوراء، واضحة يمكم إن شاء الله. موجودة، تمام واضحة. نفس ما ذكرنا أساتذة، هاي صفحة الومن إن إنيرجي في اللينكدين. جاي اندزها، طبعا دزيناها هواي على الشات، راح ارجع بعد شوي ادزها، بس اراويكم البوست الاشخاص من قبله، وال 92 شخص. بدايه المبادره طرحنا فورما، جوجل فورم، اعتمدنا على بعض المعايير من ضمنها انه اذا عندك عضويه ويا الاس بي اي، اعتمدنا على إذا أنت كنت طالب أو كنت خريج 2020 طالب مرحلة رابعة، هم الأحوج لهذه المبادرات ومن لديهم عضوية اس بي اي فعالة. فهاي الأسماء نفس ما جاي تشوفونها حضراتكم تلقونها بهذا البوست على قناة على صفحتنا باللينكدين، كذلك نشرناها بقناة التليجرام. صفحة اللينكدين رسلتها حاليا بالشات، أتمنى تتابعونها حتى توصلكم كل ما هو جديد. رسلنا لكم جوجل فورم بداية السيشن، هي مخصصة فقط للأشخاص ال 92 اللي قلت لكم ما راح تلقون الأسامي، وكذلك رسلنا لهم إيميل بالقبول، فأتمنى تشيكون إيميلاتكم. وكذلك إن شاء الله الجلسة القادمة راح تكون بتاريخ 4/6 الجمعة القادمة الساعة 9 مساءً، راح نبلغكم. الرابط لحد الآن هو نفسه، في حال أي أخبار يعني أو أي أبديت جديدة بخصوص الرابط راح نرسلها عبر قناتنا بالتليجرام أو على صفحات اللينكدين. بالنسبة للأشخاص اللي سوف يمنحون الشهادة، هم الأشخاص اللي يحضرون 3 أيام بالجلد يعني الجلسات الثلاث، ما عندهم غياب ولا جلسة، وبالتالي الأشخاص اللي فتحنا لهم إنه يقدرون يدخلون اليوم والجلسات الباقية بدون شهادة، مثل ما تعرفون إحنا محددين بعدد، نعتذر منكم لهذا الشيء. وكذلك هو أهم شيء الاستفادة، وأعتقد يعني إن شاء الله اليوم استفاديتوا من دكتور حسين. وإذا عندكم أي أسئلة، إي طبعا الاستمارة انسدت الساعة 10:35، بلغتكم هذا الشيء بداية الجلسة. على الجلسات الجاية كذلك راح تنفتح الاستمارة من الساعة 10 لحد الساعة 10:35. حضورنا الكرام، أي استفسار عندكم حاليا تقدرون رايز هاند، تقدرون تكتبونه بالشات. إذا ما عندكم أي أسئلة حاليا إحنا نقدر. أوكي ست حوراء عندها مداخلة، تفضلي ست حوراء. رسل بس تعقيبا للحضور، أتمنى من الكل يشاركون يعني يسجلون على الفورم مالت الحضور، حتى إذا كان سمح لنا أن نعطيهم يعني إذا حضروا 3 جلسات وسمح لنا أنه العدد نعطيهم السيرتيفيكيت وهم حاضرين، فممكن راح نراعي هاي النقطة بنتيجة حضورهم، يعني أكيد راح يكون مشكورهم ومقدر هذا للأسف الشيء. حوراء بس أكو فتشي من سوينا الفورمة خلينا بيها وقت وتنغلق أنه تنفتح من 10 للـ10:35، فمن طرحنا هذا الأمر بالجروب كانت عابرة 10:35.
تمام مع أدري هذه مع الأسف صار هالشي، بس ممكن إنه للسيشنات القادمة ممكن نراعي هذا الشي ونتلاقى يعني، إن فأكيد شاء يعني الله حضورهم راح يكون يعني بعين الاعتبار مالتنا يعني. إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا إليك ست حوراء. أوكي أستاذ محمد أكرم عنده سؤال، تفضل أستاذ. أستاذ مهدي أنا جاي أشيل أنا ميوت منكم. مرحبا ست، أهلا وسهلا أستاذ. طبعا شكرا جزيلا على هذا الميتينج، شكرا كلش. طبعا أنا طالب طب أسنان مرحلة رابعة، فما كنت أعرف إنه هذا البروجرام موجود، فاليوم عرفت للأمانة بالصدفة فدخلت، فما سنحت لي الفرصة إنه أقدم على الفورمة اللي نزلت حتى مقبول أو لا، بس إنه لحقت يعني سجلت بهذا الفورمة اللي دزيتيها أنت قبل ما تنسدي 35 دقيقة، فما أدري إلا إنه أنا أكمل بعد وياكم أو ما أكمل أو شنو، لأن أكيد أتصور مو كلهم 92 شخص المقبولين داخلين، صحيح، ممكن ناخذ شخص بس إحنا. احنا شنو هسه حاليا هذا موضوع الشهادة. الشهادة هي ل 92 شخص، راح تكون اكو مفاوضات ومناقشات بين اعضاء السكشن، نوافيكم بها على الجلسات القادمة ان شاء الله بعون الله. اما بالنسبة لحضرتك استاذ، تقدر انت مو من ضمن ال 92 اللي راح ياخذون شهادة، بس انت تقدر تحضر ويانا لان احنا الميتنج مالتنا مفتوح ل 300 شخص. ان نعم شاء الله تحضر ويانا الجلسه الجايه بتاريخ 4/6، والجلسه القادمه بتاريخ 11/6، وراح يكونون الجلسات القادمه مثل ما ذكر دكتور حسين عن جوب انترفيو، مقابلات العمل والمهارات الاخرى المطلوبه حتى تكون مؤهل بسوق العمل. بلا زحمة، شكرا ومين لك. أحصل اللينك؟ العفو اللينك استاذ، وين أحصل اللينك مال الميت؟ اللينك مات الميتنج يعني انت قصدك الريكورد او اللينك يعني مات اللي أنا اوكي أيوه. اللينك مات الميتنج مثل ما ذكرت لك استاذ، اتمنى تدخلون على الروابط الجاي ارسلها عندك صفحتنا على اللينكدين، اذا عندك حساب على اللينكدين. طبعا انصحكم اذا كنتم خريجين 2020 او كنتم خريجين يعني قبل 2020 او كنتم طلاب شباب، برنامج اللينكدين ضروري جدا حتى تقدرون تحصلون بيه وظائف. فأنا دزيت الروابط وراح أرجع حاليا هم أرسلهم، تلقى المنشور على صفحة اللينكدين بالرابط السيشن، راح تلقاه كذلك بقناتنا مع التليجرام، قناة اس بي اي بصرة سكشن. يا ريت تدزون الرابط مال التليجرام، وشكرا جزيلا طبعا. رابط التليجرام موجود، توني دزيته، هذا أول رابط، رابط تليجرام، رابط لينكدين، رابط تليجرام، ثاني رابط. ها، لأن ما جاي يطلع من عندي آخر شيء، يعني الرسائل آخر شيء هسه واصلات لي، ما اوكي موجود بالشات الرابط. ما جاي تظهر عندك؟ لا لا ما جاي تظهر. اوكي انا راح احاول هسه ارسل لك رابط التليجرام. تمام، شكرا جزيلا. العفو استاذ. تمام، عندنا منو بعد عندي سؤال؟ استاذ محمد اكرم، مساء الخير صديق. مساء النور. العفو، انا دخلت يعني هنا عن طريق استاذ. صوتك واطي اذا ممكن. العفو، هسه افضل؟ اي هسه افضل استاذ، تفضل. اي مساء الخير، انا دخلت للرابط عن طريق احد معارفي، عندي استفسار بسيط. انا طالب هندسه كيمياء ومرحله ثالثه، ثانيه العفو، شلون اصير عضو بالاس بي اي؟ وهل يجوز يعني اصير عضو او بس لاصحاب يعني النفط؟ لا استاذ، انت تقدر كذلك يعني تكون لك ممبرشيب ويا الاس بي اي. ممكن انت بس تراسل، راح اكتب لك حاليا معرف تليجرام بالذات، معرف التليجرام موصل لكم اساتذه ان شاء الله، اس بي اي بصره، هذا المعرف اتكلم وياهم. او تقدر تكتب، تدخل على صفحتنا باليوتيوب تتعرف اكثر شلون تقدر تسوي ممبرشيب ويا الاس بي اي، وكذلك بعض الكورسات تكون مجانيه والبعض الاخر مقابل اجور رمزيه. والاس بي اي يعني موجود للمهندسين، للجيولوجيين،
لكثير من الاختصاصات. أتمنى العفو. أساتذة أكو عندكم بعد سؤال؟ إن شاء الله كل شيء صار واضح. أوكي، بما أنه ماكو أي سؤال وماكو أي إضافة، أنا أحب أشكر حضوركم الكريم اليوم، كانت جلسة جدا ممتعة وجدا مفيدة. تقدرون تغادرون حاليا الميتنج، وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية، تصبحون على ألف خير.